بسم الله الرحمن الرحيم. أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، أو 100 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية. سؤال: ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ الجواب: قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إلى قوله: أولئك هم الصادقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. كلاهما في الصحيح.